ينضم إلينا من إسطنبول مراسلنا مهران عيسى، ومن فرنسا أو من باريس مراسلتنا عزة غريبة. مهران، أبدأ معك لتفصل لنا أكثر هذا الموقف التركي إزاء هذه التطورات. نعم، تركيا نددت بشدة ما قامت به قوات إيريني من عملية إنزال على سفينة تجارية تركية كانت متوجهة إلى ميناء مصراتة. تركيا تقول بأن هذه السفينة كانت تحمل على متنها مواد غذائية ومواد طلاء، وأن تركيا ليست بحاجة لتهريب السلاح عبر سفن تجارية إلى ليبيا، بل إن هنالك أصلا اتفاقية عسكرية مع حكومة الوفاق الليبية، وبالتالي ما تم القيام به من عملية ووصفتها بالقرصنة بحق السفينة التركية عمل خارج عن القانون الدولي، وكما قلت وصفتها بالقرصنة. تركيا ترى في عملية إيريني غير محايدة، تقول بأن هذه المهمة يعني تقوم فقط بمراقبة وتتبع واستهداف السفن التركية، بينما تغض البصر عن السفن التي تقدم السلاح للمشير خليفة حفتر على حد قول الناطق باسم حزب العدالة والتنمية، وكذلك وزير الخارجية، وكذلك وزير الدفاع الذي قال بالأمس إن عملية إيريني ولدت مشوهة. هنالك أيضا في الأوساط التركية يقولون بأن اليونان تعمدت تفجير الأزمة مع يعني ما بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي قبل الاجتماع الأوروبي المرتقب، كون أن الضابط الذي أشرف على هذه العملية هو ضابط يوناني. طيب مهران، سأنتقل إلى باريس مع مراسلتنا عزة غريبة لنرى أيضا كيف انعكست هذه التصريحات التركية على المستوى الفرنسي الأوروبي، وتحديدا مع اتهام أنقرة لألمانيا بالقرصنة قبيل الاجتماع الأوروبي المرتقب وبحث العقوبات على أنقرة. تذكرين ميشيلا، كان هناك حادث قبل أشهر بين فرقتين فرنسية وتركية، وهذا الذي أشعل التوتر بشكل كبير بين البلدين. اليوم ألمانيا وتركيا هما المعنيتان بهذا الحادث ودائما عملية إيريني، وبالتالي ربما هذا السياق يسرع في مسألة فرض العقوبات على تركيا والتي كانت تعارضها بشكل ما ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وفرض العقوبات يتطلب إجماع من أعضاء الاتحاد في قمتهم المقبلة. هذه العقوبات قد تبدأ بتعليق مساعدات لتركيا يقدمها الاتحاد الأوروبي، وهذا ما رأيناه عدة مرات في الاجتماعات السابقة، وهذا موجع جدا للاقتصاد التركي. قد تصل أيضا إلى تعليق الاتحاد الجمركي، وربما البعض يقول وقف مشاورات أو مفاوضات دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وقد تكون العقوبات موضعية أو سياسية كما يصفها البعض بأن تفرض على شخصيات قريبة من نظام أردوغان بشكل مباشر ولها علاقة بالملفات الخلافية، مثلا في شرقي المتوسط يمكن أن تفرض على أفراد أو شركات لها نشاطات في التنقيب، يمكن منع السفن من استخدام موانئ أوروبية، ممكن تجميد أصول لشخصيات أو منعها من دخول الاتحاد الأوروبي. وبالتالي مروحة هذه العقوبات واسعة جدا والنقاش حولها مستمر الآن، ربما يسرعه هذا الخلاف الألماني التركي وزيارة بومبيو الأخيرة إلى باريس. شكرا لك عزة غريبة مراسلتنا من باريس، ومهران عيسى مراسلنا من إسطنبول.